ربما السؤال الأهم في سوق الانتقالات العالمي في الوقت الحالي، هل سيبقى صلاح في ليفربول أم ينتقل لريال مدريد أو برشلونة؟ كلها أسبوع ويبقى صلاح عنده 30 سنة بالتمام والكمال عشان يبقى قراره اللي جاي في كرة القدم أكيد صعب ومصيري، عليه الاختيار بين تأكيد أسطورته مع ليفربول أو اتخاذ خطوة جديدة في حياته اللي مليانة نجاحات وإنجازات. كلام على إن ليفربول قدم لصلاح أغلى عرض في تاريخ النادي، وكلام عن عروض من برشلونة وريال مدريد. كل اختيار وله حلاوته وصعوبته وممكن كمان خطورته، بس أكيد كلنا ورا صلاح في أي قرار واثقين فيه ووراه في كل مكان.